مرحبا يا رفاق، مرحبا بكم مرة أخرى في مقطع فيديو جديد في تشانل ميس كيرفي. فيديو اليوم سوف نتحدث عن إحدى أفضل العرضات في العالم، لكن قبل أن نستمر لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير وسانكيو. اليوم سوف نتحدث عن شانتال سميث. سميث هي عريضة أزياء وإنستجرام ستار ومؤثرة على وسائل السوشيال ميديا. اشتهرت بمشاركة صورها ومقاطع الفيديو الرائعة الخاصة بها كعريضة أزياء على منصات السوشيال ميديا، خاصة على إنستجرام. نشأت شانتال في روسيا وتعيش حاليا في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، ومن صغرها هي شغوفة بالأزياء والنمذجة، وعند التخرج قررت أن تعمل في نفس المجال من خلال إنستجرام بعد مشاركتها صورها ومقاطع الفيديو المذهلة الخاصة بها، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 50,000 فولورز في إنستجرام أكاونت الخاص بها. حسابها على انستغرام الجديد مليء بصور البكيني الساخنة المثيرة ومقاطع الفيديو، وكانت وجها مروجا للعديد لمختلف ماركات الأزياء والملابس الشهيرة، ويقدر صافي ثروتها حتى الآن أكثر من 900,000 دولار. مصادر دخلها من العروض الترويجية وتأييدات العلامات التجارية للنماذج والموضة، ويبلغ طولها 5 أقدام و6 بوصات، ويبلغ وزنها 75 كيلو جرام.